مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرنية وفقرة جديدة من فقرات الطبيب. لكن أسعد لحظة لكل زوج وزوجة اللحظة اللي بيروح يحددوا فيها الجنين، يعني يعملوا سونار يعرفوا المولود ده ولد ولا بنت. طيب احنا زمان كنا بنتفرج على أفلام أبيض وأسود وبنشوف إن الراجل لما بيخلف بنات كتير يقول لك لا أنا أروح أتجوز عشان أجيب ولد. دلوقتي بقى في حاجة اسمها تحديد نوع الجنين بالطرق الحديثة. هنعرف أكتر عن الكلام ده مع ضيفي اللي منورنا الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب ومستشفى دار الطب وعضو الجمعية البريطانية بلندن. أهلا بيك يا دكتور منورنا. أهلا بيك. زي دكتور حابه اعرف من حضرتك في البدايه ايه المقصود بتحديد نوع الجنين؟ طيب ابص عليك، تحديد نوع الجنين هو ليه شقين، شق طبي وشق ديني. خلاص. الشق الديني انا لست رجل دين ولكن انا اعلم، لان احنا ما نقدرش ان احنا نعمل حاجه ما يبقاش فيها يعني موافقه من رجال الدين، انه الجزء الديني ده محلل انه يجوز فحص الجنين لمعرفة الذكر من الأنثى، وتعود الأجنة الذكور أو الإناث على حسب رغبة الزوجين. اعتد في هذا بأنه ازرعي زي ما تزرعي، وحاولي زي ما تحاولي، واعملي اللي نفسك فيه، واستخدمي كل التقنيات المتاحة أمامك في الطب. لو ربنا رايد أنه ده يحصل هيحصل، وإن ربنا مش رايد أن ده يحصل، لو قعدت تتنططي من هنا حتى قيام الساعة مش هيحصل. رغم الطرق الحديثة طبعا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ احنا عارفين ان البويضة بتقابل الحيوان المنوي داخل قناة فالوب. تمام. واحنا عارفين انه في هذا اللقاء بيحدث تخصيب لبويضة بحيوان منوي غير معلوم ان كان هذا الحيوان المنوي يحدث حمل في ذكر من انثى داخل قناة فالوب. واحنا عارفين ان الجنين بيظل داخل تجويف قناة فالوب لمدة 5 أيام، ويخرج هذا الجنين بعد 5 أيام في محاولة للانغماس على بطانة الرحم. وسيبك بقى من الكلام اللي هو بتاع ايه في ست ما بتحملش في رجاء اولاد وكلام من ده، كلام فارغ. ولانه الرجل لانه الرجل هو المسؤول عن الجنين ان كان ذكر من انثى، والواي كروموزوم اللي هي بتعمل الذكر هي موجودة أو متشعلقة على الكروموزومات اللي متشعلقة داخل تركيبة أو نسيج الحيوان المنوي وليس البويضة. المهم، فحضرتك النهاردة إمتى هتعرفي هذا الجنين هو ذكر من أنثى؟ أنا ما بتكلمش دلوقتي ولا على حقن مجاري ولا فحص أجنة ولا الكلام من ده. اللي إحنا نعرفه إنه كان زمان الموجات الصوتية هي اللي بتقول، زمان خالص كان لما يتولد، وبعدين بعد شويه بقى في حاجه اسمها الموجات الصوتيه. وبعدين الموجات الصوتيه دي كانوا في اول الشهر الخامس اول الشهر السادس على حسب كفاءه المكنه والطبيب و يتعرف عن طريق الفحص بتاع الموجات الصوتيه الاشعه التلفزيونيه اللي هي السونار يعني، ها ان كان هذا ذكر من انثى. وبعدين مع الوقت قال لك ايه، لا ده احنا ممكن نيجي قبل كده ونعرف. فكانوا بياخدوا فحص من السائل الامنيوسي اللي حوالين البيبي في آخر الشهر الثالث، أو مع الوقت كانوا بياخدوا من حتت معينة من الأنسجة المحيطة بالجنين عشان يعرفوا هذا ذكر من أنثى. يعني قاعدين بنقل أهو، في الأول كانت مع الولادة، شوية بقى في الشهر الخامس، شوية بقى في الشهر الثالث، شوية قبل الشهر الثالث، وبعدين دلوقتي مع حدوث حمل ممكن في الأسابيع الأولى من الحمل تتسحب عينة الدم تتسحب عينة الدم من الأم، وبتبقى الخلايا بتاعت او الدم بتاع البيبي بيبدا يحصل اللي هو الفيتو ماتيرنال بلاد، يعني الاثنين يكونوا بيعوموا مع بعض، الدم بتاع الام رايح للبيبي والدم بتاع البيبي شويه منه بيروح، فيبداوا ياخدوا عينات من الدم بتاع الام ويدوروا فيها بطريقه معينه طبعا معقده الى حد ما، ويتعرف هذا الجنين هو ذكر من انثى. الكلام ده دينيا حتى لو الست لسه عامله اختبار الحمل امبارح، ما ينفعش انه هي لو عرفت انها حامل في ذكر تنزله لو هي عايزه انثى، ولو هي حامل في انثى تنزله. ده في الدين محرم بقى، ما فيهوش ما فيش في كلام. ولكن في التقنيات اللي موجوده في الطب، انا كده اتكلمت على حمل طبيعي، يبقى ده معناه انه الحيوان المنوي الذي هو المسؤول عن حدوث الحمل في ذكر ام انثى، وانه لا يوجد اختيار داخل جسم المراه للحيوان المنوي الذي يخترق البويضه. اتى الى الطب حاجات او اتى الى الطب البديل حاجات معينه انا لا استطيع ان اتحدث عنها لان انا طبيب ولست طبيب للطب البديل، اللي هو الاوقات اللي يحصل فيها جماع بين الرجل والمراه، بعض التواريخ في كل شهر، و
طريقة معينة يأتي بها العلاقة أو اللقاء بين الرجل والمرأة، وبعض المواد التي تقذف داخل المهبل اللي تموت الحيوان المنوي الذكوري أو الأنثوي. بس ده مش طب، ده مش بتاعي. الطب جه في السبعينات، واحد من الخواجات الأمريكان قال لك أنا عندي طريقة بيها حبدأ أفصل الحيوان المنوي. وفصل الحيوانات المنوية ده بيعتمد على سرعة الحيوان المنوي في العينة وتحضير الحيوان المنوي، بحيث ان يبقى في مجموعة من الحيوانات المنوية سريعة الحركة وبطيئة الحركة. وياخد الحيوانات المنوية ان كانت سريعة الحركة او بطيئة الحركة على حسب الجنس المطلوب، ويعود بهذا الحيوان المنوي داخل الرحم. الميزة ان ما كانش في تقنيات موجودة في الطب في ذلك الوقت الا ده، ومع الوقت بقت هذه التقنية في أمريكا، لأن دي ممنوعة في أوروبا تماما، بقت هذه التقنية ليها زي ما بيقولوا يعني جذور قوية، لأنه أتى إلى الطب الفحص اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو الفحص الوراثي للأجنة لمعرفة من الذكر من الأنثى. وفي بداية استخدام هذا الفحص كان شديد التكلفة، حتى في أمريكا لحد دلوقتي هو مكلف جدا. ففضلوا يستخدموا ايه؟ فصل الحيوانات المنويه لمعرفه من الذكر من الانثى. ولان هم ما عندهمش مشكله في قصه الاجهاض، ولان هم يعلموا انه فصل الحيوان المنوي ما قبل استخدامه في الرحم بتاع المراه، ان انا ارجعه في الرحم، لن يحدث حمل بنسبه 100% في ذكر من انثى. يعني انا النهارده استخدمت حيوانات منويه تم فصلها بطريقه معمليه اخذت عده ساعات، وعاد الحيوان المنوي الى الرحم تمهيدا لاستقباله بواحده من البويضات التي ستفرز من المبيض ده جوه الجسم اللي اسمه التلقيح الصناعي. ايه اللي بيحصل؟ المفروض واحد من الحيوانات المنويه اللي انا رجعتها اللي هي اكثر عرضة لإحداث حمل في ذكر، إن كنت أنا محضر العينة ناحية الذكر، أو أكثر عرضة لإحداث حمل في أنثى إن كنت أنا محضر العينة عشان تبقى العينة دي بتجيب إناث بنسبة أعلى. ولكن حتى لو أنا حضرت هذه العينة بطرق فائقة الدقة في المعمل، هذا لا يعني حدوث حمل بنسبة 100% في ذكر أو 100% في أنثى. هناك احتمال لحدوث حمل في ذكر بنسبة وفي نسبة هتجلي، وفي ولو انا هستخدم الحيوانات المنوية لإحداث حمل في أنثى هتبقى بنسبة وفي نسبة هتجلي. مش أكيدة إنه لو الست حملت إن النسبة بتاعت الحمل تبقى 100% في ذكر أو 100% في أنثى على حسب الجنس اللي أنا بدور عليه. تمام. ولكن تكلفة هذه الخدمة مقارنة بالفحص الوراثي في ذلك الوقت وحتى 10 سنين من دلوقتي، كانت التكلفة مرتفعة جدا في الفحص الوراثي للأجنة ومنخفضة جدا في اللي هي تحليل السائل المنوي وفصل الحيوان المنوي. ومع الوقت لما لقوا انه هذا الحيوان المنوي في احتمال ان هو يعمل حمل في ذكر من انثى، بقى في ليميتيشن او بقى في نوع من انواع، يعني ما بقاش مستخدم في كل البلاد اللي بدأت تستخدم هذه التقنية. ليه؟ لأن في بلاد بتحرم الإجهاض، وفي بلاد بتحلل الإجهاض. إجهاض يا دكتور احنا هنجهض ليه؟ لأن في احتمال مثلا بنسبة 85% بنت، إن هذه المرأة تحمل في بنت في ورد في ولد، بس في 15% إنها تحمل في إيه؟ في بنت، وأنا عايز ولد دلوقتي. فال 15% دول حامل فيهم إيه؟ أبقى أنزله، بس ده حرام. ففضلت التقنية دي تستخدم في قليل من الدول بتاعت العالم اللي يجوز فيها إجهاض الجنين. المفاجأة بقى انه نسب الحمل من هذه التقنية هي نسب حمل لا تتعدى 10% في المحاولة الواحدة في التلقيح الصناعي. في التلقيح الصناعي اللي هو فصل الحيوانات المنوية. وهذه التكلفة لانه فيها نو هاو، او في نوع من او هذه التقنيه لانه في نو هاو، يعني يعني ماسكها في ايده عدد قليل من الناس كمراكز بتعمل في مجال الحقن المجاري واطفال الانابيب وكده. فالتقنيه دي ما لقتش طريقها للنور قوي،
زي لما تيجي تقولي لي ايه تحليل السائل المنوي كان سنه 60 بجنيه وسنه 2020 ب 100,000 جنيه، حد هيعمل تحليل السائل المنوي؟ ما حدش هيعمل تحليل السائل المنوي. هيدوروا على اي فحص تاني لتحليل السائل المنوي. غير تحليل السائل المنوي. انما طالما الفحص يعني مقبول كتكلفه اهلا وسهلا. مع الوقت ماتت بقى خالص التقنيه دي، ومره واحده بدا يدخل في الطب التقنيه اللي هي بدات من 20 25 سنه وكانت مكلفه جدا، وفضلت تقل 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 في التكلفه بتاعتها اللي هو ايه؟ فحص الاجنه وراثيا. يعني ايه فحص الاجنه وراثيا يا دكتور؟ يعني انا جيت دلوقتي مسكت القلم ده من حضرتك، هاتي القلم، قمت ماسك القلم. القلم ده انا عايز اعمل فيه ايه؟ انا عايز افحصه. هعمل ايه بقى؟ هقوم فاتحه. وبعدين اقوم جاي فاتح المكان اللي فيه الحبر، واقوم جاي واخد من الخرطوش بتاع الحبر ده نقطه حبر واطلع بيها. وبعدين اقوم قافل القلم ومكمل كتابه بيه. تمام. واخد النقطه بتاعت الحبر ديت افحصها عشان اشوف الحبر ده ازرق ولا احمر. الازرق ولد والاحمر بنت. خلاص؟ عرفت ان الحبر ده بتاع القلم ده ازرق. كملت او استعملته. عرفت ان الحبر بتاع القلم ده احمر، ما ينفعش ان انا اكتب في الامتحان بالاحمر. خلاص حط القلم ده على جنب، والقلم التاني والقلم التالت وهكذا. يبقى ده معناه ان انا بعمل ايه؟ انا جبت الاقلام، يعني جبت الاجنه. انا لسه ما اعرفش دي زرقاء ولا حمراء. يعني انا خصبت اجنه في المعمل بحيوانات منويه، واللي يقول لحد الحيوان المنوي اللي احنا مستعملينه لك ده احنا عارفين انه بنسبه كبيره هيعمل حمل في ذكر قبل لما نفحص الجنين، ده دكتور مش كويس. ده كلام خاطئ، ده دكتور مش كويس. تمام. لانه بيتقال احنا بنحقن البويضات بحيوانات منويه عشوائيا حتى الان لحد 1000 سنه قدام. ها. وبعدين بعد كده بناخد الاجنه بعد لما تنقسم، القلم اتصنع خلاص. وبعدين نقوم واخدين من كل قلم على حده نقطه، اللي هي خليه من الخلايا بتاعت كل جنين على حده، ونشوف اللي هو اسمه الفحص الوراثي للاجنه. تمام. اللي هو البي جي دي، اللي هو البي جي اس، اللي هو الفحص معرفه الجنس بتاع الجنين من فحص خليه من الخلايا المنقسمه في جنين. تمام. خلاص. وبعدين ناخد كل جنين نعرف من الذكر من الانثى. ونعود بالاجنه الذكور او الاناث الى الرحم. تمام. ترجعي وتقولي لي هو ده معنى ان انا زرعت اجنه ان الست حملت؟ لا، هناك نسبه لحدوث حمل. يا نهار اسود يا دكتور، ده انا عندي صاحبتي عندها 7 بنات ودلوقتي عايزه تعمل حقن مجهري عشان ولد وبنت. انا لما اروح عشان اقعد معاها في الكافيه بالليل اقول لها ان الدكتور بيقول ان انت عندك 7 بنات وفي احتمال انك تعملي حقن مجهري وتصرفي اكس وما تحمليش حتى لو زرعتي ولاد. اه طبعا. ايه الكلام الفارغ ده يا دكتور؟ نرجع بقى ايه الى صناعه البشريه. صناعه البشريه، ربنا لما خلق البني ادمين اللي زينا قال لك ايه؟ في كل 100 واحده ست هيحصل جماع او لقاء بينهم وبين ازواجهم. النهارده في اليوم معرفش ايه في السنه الفلانيه، لما ال 15 لما ال 100 دول هيجوا بعد 15 16 يوم يعملوا اختبار حمل، فيهم بالكتير جدا 10 هيحملوا. ايه ده؟ انا اعرف ان صاحبتي بتشيل اللولب بتحمل بكره. لا، تشيل براحتها. صاحبتك في ال 10 اللي حملوا، وال 90 التانيين لسه ما حملوش. لسه ما حصلش حمل. يعني ده معناه ان دول عقم؟ لا مش عقم يا جماعه، دول اسمهم 100 واحده حصل لقاء بينها وبين جوزها في يوم معين. وال 100 دول راحوا عملوا اختبار حمل بعد ما اتغيبت عليهم الدوره، وال 100 دول طلع فيهم 10 حوامل و90 ما حملوش. هل ده معناه ان هم عقم؟ لا. هل ده معناه انها عقر؟ لا. الشهر ده هي ما حملتش. طبيعه اجسامها. بس ده الجسم، ده البشريه كلها. طيب امال الحقن المجاري ده عباره عن ايه؟ النهارده ال 100 دول ساكنين في الشارع نمره 1، المية اللي في الشارع نمرة 2 هم 100 واحدة ست زرعوا أجنة الشهر ده، والمية دول مستنيين بعد مدة معينة ان هم يروحوا يعملوا اختبار حمل. المية دول احنا اتفقنا فيهم كم واحدة هتحمل؟ ها ايه قوليلي؟ المية دول احنا اتفقنا كم واحدة هتحمل؟ 10. المية دول فيهم كم واحدة هتحمل؟ 50. يبقى النسبة قد ايه؟ 5 أضعاف. بس مش 100%.
طب في احتمال يا دكتور ان لما تحمل تحمل في انثى؟ لا، الخمسين دول حوامل في ذكور، العشرة دول انا معرفش هم حوامل فين، احنا ما عملنالهمش حاجة. طيب المية دول يجوز ان احنا واحنا بنفحص الاجنة في منهم ناس نقول لهم بخ الاجنة كلها اناث؟ بنسبة قد ايه يا دكتور؟ 5%. انت مش شايف شغلك يا دكتور؟ يعني ده معناه ان حضرتك النهارده جيت قلت انا بعمل الاجراء الفلاني وهاخد اجنه وهفحص الاجنه وهخصب الاجنه بره وكل الكلام ده، وبعدين بعد لما تفحص الاجنه يطلعوا كلهم ناس، امال فلوسي راحت فين؟ وقعت في صفيحه الزباله، سوري في التعبير. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ما فيش فحص بيه حضرتك تؤكدي ان الحيوانات المنويه اللي انت بتحقنيها جوه البيضه هي حيوانات منويه ذكوريه من بتعمل ذكر ام انثى؟ انت بتحقني عشوائيا حيوانات منويه، وبعدين بعد لما بينقسم الجنين الاجنه الحلوه اللي يجوز فحصها بنروح نفحصها، وبعدين بعد لما بنفحص الاجنه بنشوف من الذكر من الانثى ونعود بالذكور او الاناث الى الرحم. حتى في الحقن المجاري الكلام ده. اما هو ده الحقن المجاري. تمام. وفي اللي هيعود ليهم اجنه اللي هم لو هم 100 هيبقوا 95 97 98 زي ما يكون، 50% منهم هيحملوا، وال 50% منهم هيحملوا، كلهم هيبقوا حوامل في ذكور. انا بقول الكلام ده ليه؟ عجبني القلم بتاع حضرتك فقررت ان انا انزل اشتري القلم. فلقيت في جيبي 100 جنيه. فالراجل قال لي القلم ب 97 جنيه. العيال اتعشوا في البيت؟ لسه ما اتعشوش. في مواصله خدتني عشان توصلني البيت؟ لا. وانا عطشان وعايز ادخل اصلي وحدي للولد اللي على باب الجامع ربع جنيه عشان ما تتسرقش الجزمه بتاعتي، اتفشخر ليه واروح اشتري الموبايل القلم ب 97 جنيه؟ انا بقول الكلام ده مش عشان انهر الناس، انا اكتر واحد عمل فحص اجنه في العالم من دلوقتي 20 سنه قدام، ما فيش اكتر مننا كمركز. بس انا افهم ان اللي يعمل مثل هذا الاجراء يبقى عارف الابعاد بتاعته، ده نمره واحد، لا يتناسى ان الكلام ده اتقال له، لان الكلام ده احنا حافظينه احنا وكل الفريق اللي بيشتغل معانا بقالنا 6 7 سنين بنحكي فيه للناس اللي بيعملوا فحص اجنه. ولا يجوز ان بني ادم يتخيل ان هو هيفحص اجنه ولازم هيبقى فيه اجنه ذكور، ولا يتخيل بني ادم ان هو هيفحص اجنه والاجنه الذكور دي لما تعود هيبقى فيه حمل، واحنا عارفين كويس انه هناك نسبه نجاح لهذا الاجراء، واحنا عارفين وبنقول كويس انه قد يتفحص جنين واحد ويطلع ذكر، قد يتفحص 10 اجنه 5 مرات وما يطلعش فيه ذكور، ولا يوجد فحص للحيوان المنوي قبل لما اعمل هذا الاجراء يقول لي ان كان هذا الرجل عنده حيوانات منويه تحدث حمل في ذكور ام اناث. تمام. في فحص اسمه الاكس واي ستيننج، يعني ناخد عينه سائل منوي نروح نصبغها بطريقه معينه، ان لقينا فيها بالبلدي كده ان لقينا فيها نقط لونها ازرق يبقى ده معناه انه الراجل ده الحيوانات المنويه بتاعته في احتمال انها تعمل حمل في ذكر. انما مين قال ان انا وانا بنقي الحيوانات المنويه ديا انا خلاص كده العينه دي انا عملتها عشان يبقى فيه بوطش زرقاء، بس العينه دي اترمت في الباسكت. سؤال بقى، طب والعينه اللي ما اترمتش في الباسكت مين قال ان انا هعرف انقي حيوانات منويه؟ الحيوانات المنويه دي بتعمل حمل في ذكر. ما هو تاني التشريع واضح، اعمل اللي انت عايز تعمله بس اللي ربنا رايده ولا هيكون هو اللي هيكون. فممكن حضرتك تعملي الفحص مره واثنين وثلاثه وتنقي حيوانات منويه انت مذاكره وحافظه ان احتماليه انها تعمل حمل في ذكر اعلى، وتفحصي الاجنه مره واثنين وثلاثه ويطلعوا اناث. اوكي، ده ما يسمى الفحص الوراثي للاجنه. هنعيد تاني، يختلف عن فصل الحيوانات المنوية. فصل الحيوانات المنوية هو غير مؤكد، هناك احتمال لوجود حمل في ذكر، الإجهاض ده حرام، إن كنا هنزرع أجنة ذكور فنسبة الحمل هي 50% ونسبة الحمل في ذكر إن حدث حمل هي 100%، وهناك احتمال لفحص الأجنة وتكون كل الأجنة إناث، ولكن ده مش معناه إن كل مرة هتتفحص الأجنة الأجنة هتبقى إناث.
بشكرك جدا يا دكتور احمد. زي ما انت شفت النهارده اتكلمنا عن تحديد نوع الجنين وعرفنا اهم حاجه في التشخيص وفي العلاج هي امانه وكفاءه الطبيب. كان منورنا النهارده من داخل الاستوديو الاستاذ الدكتور احمد عوض الله استشاري الحقن المجاري واطفال الانابيب بمستشفى دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن. بشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتور. مشاهدينا فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله، مستنيين كل اسئلتكم وتساؤلاتكم.